دلوقتي يا جماعة احنا من اول ما جينا هنا المغرب قبل ما نخرج من مطار مصر عاملين بي سي ار قبلها ب 24 ساعة. بي سي ار طلع كل البعثة نيجاتيف. اول ما وصلنا هنا قالوا لنا البروتوكول ان احنا نعمل مسح هنا قبل ما اي حد ينزل تمارين وقبل اي حاجة. قلنا ماشي دخلنا نعمل مسح. احكي من ساعة الباص لما يرجونا ويرجعونا. رحنا الاول خالص اول ما وصلنا المطار كنا وصلنا مطار كازابلانكا. بعد كده في من طريق من كازابلانكا الاغادير 7 ساعات بالباص. جابوا لنا باص. الباص بعد ما عدى بينا البوابات قاموا قايلوا له ارجع. رجعنا وقفنا ساعتين في الشارع لعيبة مصر واقفين ساعتين في الشارع مش عارفين واقفين ليه ونقول لهم ايه اللي رجعنا. يقول لنا المسؤولين قالوا لنا كده. بعد كده فضلنا بعد الساعتين دول قلنا لهم احنا لازم نمشي دلوقتي احنا جايين من سفر والطياره كانت كومبليت ورجلينا وجعانا لازم نروح نرتاح. بعدها بساعتين قاموا مشي بينا. يعني هو رجع بدون هدف وكل ما نسال حد يا جماعه انتوا رجعتوا ليه يقولوا لنا تعليمات ومن احنا ملناش دعوه ما حدش ليه دخل. مين اللي قال هات لنا حد مسؤول نكلمه وما فيش حد مسؤول هي التعليمات بيكلمون بالتليفون. وصلنا هنا قالوا لنا هيتعمل بي سي ار قبل ما ندخل البطوله. اتعمل لنا بي سي ار كلنا قالوا النتيجه هتطلع بكره 24 ساعه والنتيجه تطلع. اتعزلنا كلنا في اوضنا. تاني يوم قلنا فين النتيجه قالوا اصل النهارده الحد واجازه في كل المعامل. يا جماعه ما قلتوش ليه كده ما قلتوش ليه ان النهارده اجازه انتوا قايلين لنا ان هي هتطلع بكره عشان احنا عايزين نتمرن. قال لك هو كده وهو ده النظام البطوله واللي اللي هيخالف التعليمات هيتسجن. قلنا ماشي. فضلنا 3 ايام قاعدين في الاوض ولا بنتمرن ولا بنعمل اي حاجه قاعدين في الاوض ما بنعملش حاجه. بعد كده اول ما نتيجه البي سي ار طلعت الحمد لله كلنا نيجاتيف محدش فينا في حاجه ولا مدرب ولا لعيبه. نزلنا التمرين ولا في اي حاجه وتمام وبنتمرن. امبارح كان اول ماتش اول من 3 ايام بالظبط النهارده ثالث يوم من 3 ايام قالوا لنا ان هيتعمل بي سي ار تاني مفاجئ. يا جماعه مين اللي قال كده؟ مفيش حاجه في الريجوليشن بتاعتكم بتقول ان في حاجه هتتعمل بي سي ار غير اما نوصل وانتوا كده كده قايلين ان دي فقاعه. انا هوريكم الفقاعه اللي احنا عايشين فيها يا جماعه. ادي فقاعه فندق يساعي 100,000 فرد ومش البطوله. الناس اللي قاعده هناك دي سياح. الراجل اللي ماشي ده سايح مش في البطوله. الناس دي كل الناس اللي ساكنه هنا دي مش في البطوله وبينزلوا معانا وبياكلوا في نفس المطعم اللي احنا بناكل فيه. هي دي الفقاعه اللي احنا فيها. المهم قالوا لنا هنعمل بي سي ار مفاجئ. قلنا خلاص ماشي. رحنا عملنا البي سي ار قالوا هيطلع بعدها بيوم. خلاص ما طلعش حاجه. وهم قالوا لنا من ساعه ما جينا ان اغادير هنا ما فيهاش كورونا. هم بيعملوا الاجراءات دي بس عشان احنا ما نأذيش حد من الشعب. تمام تمام يا جماعه. بعد كده قالوا لنا نتيجه البي سي ار هتطلع تاني يوم. استنينا تاني يوم اللي هو اول امبارح ما طلعش حاجه. فقلنا خلاص هم قايلين لنا ما دام ما بلغوكوش بحاجه يبقى انتوا تمام ومفيش حاجه. رحنا لعبنا الماتش امبارح الحمد لله كسبنا. والنهارده هنلعب نيجيريا والماتش وان سايد جيم. فرقه نيجيريا فرقه محترمه ما حدش بيقول حاجه بس احنا على طول بنكسبهم وعاملين تكتيك عليهم وان شاء الله كنا هنكسبهم. بعد كده امبارح الساعه 11 بالليل بتوقيت مصر 12 اتبلغنا ان فرقه مصر ما تخرجش بره الاوض عشان عندها حاله. مين الحاله يا جماعه؟ فضلوا نص لحد الساعه 1 بالليل بتوقيت هنا يعني 2 بتوقيت مصر لحد ما قالوا لنا ان الحاله دي مدرب الولاد مدرب الرجال. مدرب الرجال ده اكتر واحد ملتزم بينا في الماسك هو الوحيد اللي ما بيقلعش الماسك فينا. ومدرب الرجال ما فيهوش اي حاجه الراجل سليم 100% ولا باين عليه اي اعراض. بعد كده قالوا لنا ما حدش يخرج بره الاوضه. المهم قبل ما ننام قالوا لنا خلاص وهو اللي هيتعزل بس المدرب واللي كان قاعد معاه في الاوضه وبقيه اللعيبه كده كده نيجاتيف وهيلعبوا. سبت الموبايل برضو لحد لا يحصل اي حاجه سبت الموبايل ان حد يكلمني حد يبعت لي. جات لي مسج الساعه 3 الفجر بتوقيت مصر الساعه 4 يعني اللي هو ما خلاص ما فيش حاجه ممكن نقدر نعملها عشان نقدر نلعب الماتش. الماتش الساعة 9 الصبح يعني انا اتبعت لي مسج قبل الماتش بست ساعات ان انتوا ما ينفعش تخرجوا برا الاوض وان انتوا في حد فيكم نيجاتيف ومخلطين في حد فيكم بوزيتيف ومخلطين. قلنا يا جماعة ازاي يعني فيش حاجة اسمها كده.
انتوا قلتوا انتوا مبلغينا من امبارح ان خلاص ان احنا هنلعب، واللي هو اللي عنده مشكله بس هو اللي هيتعزل. فجاه قالوا لنا لا مش هتلعبوا. نزلنا الصبح رايحين الملعب، قام الامن موقفنا عند الملعب. الباص طلع بينا عادي جدا من هنا من الاوتيل، رحنا هناك موقفين لنا اربعه في الباص، قال لنا ارجعوا. واحنا في الباص السواق بتاع الباص بيقول لنا ارجعوا، قلنا له لا مش هنرجع، نزلنا واحنا نكملها جري. قال لنا لا انا هتاذي، قلنا له لا احنا مش هنمشي، نطينا من الشبابيك عشان هو مش راضي ينزلنا، ورحنا الماتش جري عشان نلحق الماتش اللي هو الساعه 9، ومنزلنا من الاوتيل الساعه 8. قالوا لنا استنوا للساعه 8 وهناخد قرار ان انتوا تلعبوا. الساعه 8 جت قالوا لنا انزلوا. اول ما نزلنا ورحنا واحنا في الطريق قال لي الباص اقفل عليهم وما تنزلهمش، نطينا من الشبابيك وخدناها جري لحد الملعب. رحنا الملعب لقينا اربع سكيورتي واقفين مش عايزين يدخلونا. طب ازاي يا جماعه مش لابسين ماسكات اصلا ومعانا الصور؟ احنا امبارح مخلطين رئيسة الاتحاد بشرة، مخلطين جيبة، امبارح فرقة الولاد الرجال بتاعتنا ملعبة فرقة الرجال بتاعتهم، فرقة البنات بتاعتنا احنا امبارح بيسين عليهم ومسلمينهم. فازاي دي فقاعة؟ الناس دي كلها مخلطة بينا واحنا في مكان واحد، زي ما احنا مرة المفروض يتوقف البطولة كلها ويتعمل الناس دي مساحات واللي فيهم بوزيتيف هو اللي ما يلعبش. اللي بيحصل ده مؤامرة ضد مصر، والله العظيم مؤامرة. امبارح واحنا قاعدين بناكل في المطعم، الصورة دي ما تنزلش صورة، لا هي شكلنا فيها حلو ولا باصين للكاميرا اصلا ولا ليها اي معنى. قاعدين بناكل فجأة لقينا واحد من بعيد جاي مشغل الكاميرا، بتعمل ايه حضرتك بتصورنا فيديو؟ ام لقت صورة واحنا قاعدين. لقت الصورة ليه؟ عشان يبين ان المدرب البوزيتيف قاعد في وسطينا. دي مؤامرة. وقام منزلها على صفحة الاتحاد الافريقي ان مصر قاعدة في الغدا. والنبي في حاجة اسمها كده تنزل على صفحة الاتحاد الافريقي؟ يعني ما تبقاش يعني غير شريف وعبيط. والصورة الصبح والبي سي ار طلع بالليل الساعة 11، الصورة كانت في الغدا والبي سي ار الساعة 11 بالليل. ليه؟ بيحصل ليه كده فينا؟ دلوقتي فرقة المغرب كسبت كينيا، تمام؟ واحنا المفروض كنا هنلعب نيجيريا اللي يخش النهائي. فرقة المغرب كسبت كينيا، ولو ما كانوش كسبوهم كانوا هيكسبوهم برضو بالحكام. امبارح فرقتنا في حاجة في البيتش فولي اسمها ميديكال تايم اوت، لو حد حصل له حاجة بياخد 5 دقايق ميديكال، بعد كده بيرجع يكمل الماتش. يا جماعة احنا بنناشد كل المسؤولين، كل الجهات الرسمية اللي ممكن تساعدنا. احنا في المغرب دلوقتي وممنوعين من نزول الماتشات ومحدش فينا عنده حاجه، كلنا سلام. والله العظيم دي مؤامره، والله العظيم كمان مره دي مؤامره ومترتبه لنا من امبارح. والله دي مؤامره ضدنا ومترتبه لنا من امبارح، مش من امبارح، من ساعه ما جينا. بس هم استنوا لما شافونا الاول ان احنا تاهلنا للسيمي فاينل. اي حد يعرف اي مسؤول ممكن يساعدنا هنا في المغرب يكلمه، وشيروا لللايف اللي فات. اي حد يعرف اي مسؤول ممكن يساعدنا، والنبي يا جماعه ساعدونا. والله العظيم اللي بيحصل ده مؤامره. دلوقتي فرقه المغرب كسبت كينيا وهيكسبوا نيجيريا وهم اللي هيتاهلوا، وهم والله العظيم ما يستحقوا، والله ما يستحقوا ان هم يتاهلوا. اللي بيحصل ده مؤامره ضدنا. انا بقول للناس كلها ومتاكده من اللي انا بقوله، كابتن احمد سليم وهو معزول في اوضته وما فيهوش اي حاجه، لو سمحتوا وصلوا صوتنا ده لكل المسؤولين. دكتور هشام حطب كلمني الصبح وقال ان المفروض ان احنا هنروح على الملعب عشان نلعب. رحنا الملعب الصبح وتم منعنا ان احنا ندخل الملعب، والناس بتعاملنا بقمه القذاره وعاملين حوالينا كده زي دايره. الناس دي لو احنا فعلا كان فينا حاجه الناس دي ما كانتش هتقف جنبنا وما كانوش خلونا نقف كده في الاوتيل. الناس دي لو احنا فعلا فينا حاجه ما كانوش وقفوا معانا وما كانوش وقفوا جنبنا. انا بقول لكل مسؤول يا جماعه حد يساعدنا، احنا دلوقتي موجودين قاعدين اهو قدام الاوض كلنا قاعدين، محدش داخل اوضته لحد ما نعرف اهو. كل اللعيبه قاعده ايه لحد ما نشوف قرار الدوله هيعمل ايه. ورحنا الملعب جابولنا بتاعه اللجنه الطبيه بتقول لنا امشوا، لو ما مشيتوش هنجيب لكم البوليس. ازاي هتجيب لنا البوليس بتهمه ان احنا عايزين ندخل نلعب الماتش وانتوا مانعيننا؟ الناس كلها مخالطه بينا. والله العظيم فرقه المغرب اكتر فرقه مخالطه بمصر. بشرى حجيج رئيسه الاتحاد الافريقي هي رئيسه اتحاد المغرب،
والله العظيم مخلطه بينا. احنا امبارح كنا مع بعض في مطعم واحد وكلنا مسلمين عليها ومتصورين معاها كلنا ومع جيبه. جيبه ده هي جايباه عشان يبقى دعايه للبطوله. كل اللعيبه متصورين معاه وهو مخالد لينا. ازاي طيب يا جماعه والنبي لو حد يعرف يساعدنا ممكن يساعدنا. احنا بقالنا 5 سنين بنتمرن عشان اليوم ده، فلما يجي صعب قوي ان يحصل معانا كده. لو سمحتوا ساعدونا.